دخلنا معناها عن الجمعة التالي في إضراب عن الطعام، ومن بعد يعني التجئنا باش نعلقوا الإضراب نتاعنا على الطعام، نظرا لأنه رئيس المنظمة طلب معنا تفاوض في عدة نقاط، واللي هي استقالة الهيئة نتاعو أولا، ثانيا بالنسبة للتشغيل، تشغيل المكفوفين زاد، ثالثا أنه لازم مقسم الهاتف نتاعنا اللي هو حكر المكفوفين يتفعل ويولي معناها كان المكفوفين برك. تفاوضنا معاه لكن مبدئيا ما ثم حتى نتيجة. ما طب نحن نحب نبلغ صوتنا لكافة المجتمع المدني باش يقف معانا في معناها في المسائل اللي قاعدين نعيشوا فيها، ومطلبنا هو حل الهيئة. الهيئة هذه ما عادش تمثل المكفوفين أصلا. أنا كشخص طالب أولا حل الهيئة، ثانيا تشغيل. وكان طلب معناها الاعتصام نتاعي من الأول على التشغيل. كي جيت نتفاوض مع رئيس الاتحاد الوطني للمكفوفين انه معناه باش يشغلني بحكم سني كبير في العمر، عمري 46 سنة وقارية شافية ماخذة شات ستاندار من سيتي ثابت. كلمته يا اخي دخل الكاتب العام اللي هو مكيل حزامي، وكان تفاوض مع رئيس الاتحاد معناه اني نتفاوض معاه، فكان من قص عليه الكاتب العام ما حبش خليني نتفاوض معاه، ولولا زاد الكاتب العام معناها دخلوا انه ضربني وشكيت به. انا معني عملت سيرتيفيكا عن طريق المستشفى اللي هو شارنيكول، شكيت به وقدمت شكيتي معني لوكيل الجمهوريه، لكن ما سمعونيش ما نعرفش علاش. توا انا قدمت شكيتي وما سمعونيش، ما خذونيش بعين الاعتبار. حبيت نقول بربي نحب نعطي لفته للوزاره الشؤون الاجتماعيه، نقول لها بربي كانت كوزاره الشؤون الاجتماعيه واللي هي بينا نحن كهذيك اللي هي بالاتحاد هذا كاتحاد وطني المكفوفين، وخاصه بالسيد هذا اللي هو رئيس الاتحاد اسمه عطيه بن سعيد، تعطي فيه سنويا مليار، تعطي فيه في العام المليار هذا بانه باش يخلص منه لي بيرسونيل ويعطي منه اعانات ظرفيه للمكفوفين. لا يعطي في اعانات ظرفيه للمكفوفين وقال شنو خلصت انا الاداءات وخلصت رشناوي خلصت رشناوي، جي على اعانه ظرفيه يقول لك ليه، جي على خدمه يقول لك ليه. انا احنا مواصلين اعتصام. الحقوق اللي كانت تمتع بها المكفوف تو الكل ولات تمتع بها الهيئه هذه وقاربهم. احنا معتصمين هنا عن اكثر من شهر ونص وما زلنا حد ما سمعنا حد، لا من الاعلام لا من الحكومه لا حتى المجتمع المدني، ما سمعنا حتى حد. احنا كنشوفوا في رواحنا منسيين جمله، لا محال. احنا رانا بالنسبه للدوله هذه عمله صعبه، احنا الدوله هذه قاعده تدخل بينا في فلوس وفي اعانات من برا. رئيس الهيئه عطيه بن سعيد هو اللي رئيس الاداره اللي هنا، رئيس الاتحاد الوطني المكفوفين، قدمين فيهم اكثر من 25 قضيه اللي فيها حتى قضايا معناتها نتاع تهديد، قضايا نتاع تهديد. نعم نجي نشوف انا واحد مهدين ومش عارف بالقتل بالضرب والواحد، والقضاء ما يجاوبش معانا جمله. هو يقدم فينا قضيه واحده اللي هي قضيه كذبه، قضيه وهميه، يتجاوبوا معاه في اقل من 24 ساعه. نحبوا نخدموا نطالبوا الدوله، قبل ما نطالبوا المؤسسه نتاعنا نطالبوا الدوله بالخدمه، خاطر هي المسؤوله علينا ماهيش الهيئه نتاعنا. هذوما روس حاطتهم الدولة باش يتحكموا هكا هو. سال في سنة سنة زوز منين و 600 بقيت في التريث نتاعي، ما عنديش دخل حتى دخل باش ندفع حتى ملي. أنا نطلب من السلطة المعنية فهمت شو لي حل، يعملوا لي حل في البرنامج هذا. يعاودني مرة في الشهرين ومثلا في الشهر مثلا، أنا حاجة يعاونوني في التريث نتاعي. في قاعة الاتحاد معتصم مع المجموعة لهنا. كما تشوفوا توا هذه النصبة نتاعي. أنا عامل ستوندار، كنت نخدم في الإذاعة التونسية. طوات الهيئة وطوات الاتحاد الوطني للمكفوفين مع الوضعية نتاعي اللي خلتني ما نعودش نجدد العقد نتاعي مع الإذاعة، اللي خلاني نعمل الحل هذا حل مؤقت معناه لين واحد يلقى الحل. هنا الاتحاد الوطني للمكفوفين خليني نعرج عليه في نقطة صغيرة، وأنه هو يلعب دور الوسيط ما بيننا وبين المؤسسات الدولة، لكن الدور هذا ما لعبوش، بل بالعكس انه ولات فما قضايا تترفع ضدنا كمنظورين في اي حكايه احنا باش ندافعوا على حقنا. قريت معناه في بير القصه للسيزيام ابتدائي، وبعد مشيت عملت تكوين في الخيزوره. جيت لهنا قالوا لي جيب لنا ملف. جبت لهم ملف، ها استنى كل مره نجي لهنا استنى ما ثم حتى شيء، حتى قابلت المسؤول ما ثم حتى شيء.
حتى شؤون اجتماعية ما فيها حتى شيء. وانا عمري 24 سنة. اخوي الاخر عمره 25 سنة. من الصغرى يعني من تولدنا كيكة خلق تربي يعني. طالب نحب خدمة في الخيزورة انا واخوي.